السلام عليكم ورحمة الله. يلا حيهم. هنا معنا 1991 كادلك بروغهام دي إليجنس الفئة الذهبية، مكينة 8 سلندر، المكينة الكبيرة 5.7، الموتر تبارك الرحمن من أروع وأجمل ما يكون. طبعا الموتر قطعنا فيه فوق 1500 كيلو، ما شاء الله تبارك الرحمن من أروع وأجمل ما يكون. المحركات، عضلات السيارة، الأجزاء الداخلية للسيارة، جميع أشياء السيارة الكهربائية تعمل بحالة ممتازة، بحالة الجديد تبارك الرحمن. ألوان جدا جميلة، حتى استكرات الوكالة ما زالت موجودة. هذه المفاتيح الذهبية. طيب نشوف السيارة الآن من الداخل ونشوف ممشاها. طبعا مقاعد أو سيات مخمل، المقاعد الملكية التي تجي مثل الأزارير. طبعا تحكم كهربائي بالأسيات أو المقاعد. الأحزمة علاقية، مكيف إلكتروني، العداد الطبلون أو الجيجز كهربائية. شوف الآن الممشى، السيارة ممشى وعداد بالكيلو. السيارة ماشية 210,800 تقريبا، 787. طبعا نشوف مراية هنا فيها حق التعتيم، في حال في شخص وراك كانت الإضاءة عالية تقدر تستخدم خاصية التعتيم وتتحكم في درجة يعني مسافة السيارة اللي وراك، القرب والبعد. هذا شريط كادلك. السيارة تم صناعتها في شهر 11 عام 90، السيارة موديل 91. فيها الولاعات في المقاعد الخلفية. الإضاءات الخلفية شغالة. طبعا فيها الماتس أو الفرشات الأرضية الله يعزكم موجودة كلها الأصلية. نشوف السيارة من الجهة الأخرى. طبعا كتيبات الوكالة جميعها موجودة، درجة الوكالة
ونفتح الآن الكبوت والبونيت ونشوف المحرك والأجزاء الداخلية للسيارة. هنا التكييف شغال 5.7. طبعا مثل ما نعرف السيارة فيول انجكشن. والآن نشغل السيارة ونسمع صوت المحرك. ناخذ الان جولة قيادة، استمتعوا معنا بإذن الله. خلونا نشغل واحد من الأشرطة اللي هنا. طبعا هذه بلاستيكات اللي هنا مكسرة، هذا عشان حقوق الطبع اول او حقوق النشر. طبعا اللي يعرفون الأشرطة هذا اذا كان البلاستيك اللي هنا مكسورة معناته ما تقدر تنسخ الشريط، بس كان في ناس يهكرونها بطرق مختلفة. اليوم الجو جميل ومشمس، بارد لكن مشمس.